يطاف عليهم بكأس من معين، هذه معنى تدل على جريان ويسر، ومعين أيضا يعني يرونها ظاهرة. ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، هذه الكأس بيضاء وما فيها لذة للشاربين. وعند العرب إذا الكأس كانت يعني لا يوجد فيها شيء تسمى إناء، لكن إذا وضع فيها شراب تسمى كأسا، لا فيها غول. هذه غولة في اللغة خبل يصيب الإنسان، يعني هذا الخمر لا يغتال عقول أهل الجنة إذا شربوه، ليس فيه هذه الأمور التي تصيبهم في الدنيا من فقدان العقل وآلام في البطن وإلى ما يتبع ذلك، ولا هم عنها ينزفون. نزف هذه في اللغة تدل على انقطاع شيء، فهذه الخمرة مع شربهم منها في الجنة لا تنقطع ولا تفنى.